اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الكبسه نعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وبيتصلوا معانا وبيطلبوا بعض الاكلات اللي هم حابين يعرفوها، وكمان بنتابع من خلال التواصل على السوشيال ميديا اكتر حاجه ممكن تطلب مننا ايه. فكله عايز يعرف الكبسه بالدجاج، الكبسه بالفراخ بتتعمل ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا ليها العدل بتاعها سلطه الطماطم بالكزبره، دايما كل طبق بيبقى هو سيد السفره واساس السفره، بيبقى له توابع يا اما طبق مقبلات، طبق سلطه، عصير، ايا كان. فالنهارده الكبسه عدلها سلطه الطماطم بالكزبره الخضراء، بتاخد توم وعصير ليمون بتفتح الشهيه. اما الحلو بتاعنا النهارده مفاجاه، التين بتاعنا اللي هو خير ارضنا بتاع الواحات بتاع سينا، تين لطيف طعمه زي العسل. التين ده زي المشمش بيظهر في السوق وقت بس شهرين ثلاثه وبيختفي. تعالوا نعمله النهارده مربى، يبقى التين عندك في البيت في كل اللحظات، ومربى تقدر تعملها بدون اي مواد حافظه، تبقى عندك في الثلاجه. تفاصيل صغيره ولكن كمان بطريقه بسيطه وسهله تقدر تتنوعي في مطبخك. بس اللي عايز اقوله لما بنعمل اكله ايا كانت بتكون من البلد اللي هي المنشا بتاعها او ايا كانت مشهوره بيها، لازم نعتبر في الارض في الامر ان تكون بنفس الطعم ونفس الشكل. تعالوا مع بعض تشوفوا مقادير عمل مربى التين. التين زيه زي المشمش، فجأة بيظهر بأشكال بيضة، شفنا الشكل الأبيض بتاعه الحلو لطيف معسل، حلوة أوي الحاجات دي. والتين طبعا احنا عارفين اللي هو الجميز، يعني أنا بصراحة يعني كنت في البلد زمان وأنا في الثانوية العامة كنت أذاكر تحت الجميزة في الفجر، كنت بساعد الوالد رحمة الله عليه، فالجميزة دي كانت تنزل زي ده كده كبير كده ومعسل ومرمل وزي الفل اللي هو التين، عشان نوصل ليه للحل. يعني أنا عايز أعمل مربى التين النهاردة، هعملها بطريقتي الخاصة وأنت ممكن تعملها بطرق مختلفة، بس جربي الطريقة دي. المقادير معانا التين، معانا جيلي، ممكن الجيلي ده أي طعم، ممكن يكون ليمون، ممكن يكون جيلي تين موجود مفيش أي مشكلة، ممكن نجيب جيلي شفاف عادي البودر او الالواح اللي موجوده منه، معانا سكر، معانا قليل من ملح الليمون وعصير ليمون. هي دي المقادير ببساطه. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار او الحله اللي هنعمل فيها المربى. حلوه. اول حاجه بعملها بحط السكر. انا بقى عايز اعملها بمزاج. السكر كده في الحله وهي سخنه. ايه اللي بيحصل؟ بياخد مرحلة ايه يا عم الشيف؟ مرحلة كرملة، اشيله من النار. بحط شوية ملح الليمون عليه على السكر. الله. حلو قوي، زي ما انا شغال كده. ده ملح الليمون. واخد التين بتاعنا الحلو ده كده. واجي جنب النار. ربنا يكفينا شر النار، ونمسك التين ده يا عم الشيف بعد غسيله جيدا. بنقطعه في قلب الايه؟ طاسه كده. الله، هو ده. مربى التين على طريقه المغازي، سهله وبسيطه. خليه بقى ينزل الايه المزازه بتاعته مع ملح الليمون والسكر والسكريات بتاعت التين. الله، صعبان عليا احطك والله في الحله، يعني انا ريقي جاي عليك بصراحه، انا مش هحطك بصراحه، لا خليكي على جنب كده. نعم، لما تقول لي اطلع فاصل. بعشقه التين. والله. اولا التين من فوائده الاساسيه قيمته الغذائيه العاليه طبعا، ولكن مشاكل الامساك، حد عنده امساك ياكل من التين ده. وفوائده كتيره طبعا. حلو، دي مش هحطها، دي بتاعتي. حلو. ده التين. اول حاجه حطيت السكر، حطيت ملح الليمون، وحطيت التين فوق، واخده على النار كده. واحط قليل من الماء.
بس خلاص، ونسيبه على نار هاديه خالص، بس لازم تغطيه ندمسه. اغطي؟ لا حاضر عيني، حاضر. عايز اشوف مربى التين. بص على الفلفل هنا، خلي بالك ما تغلطيش بقى، كنت الحاجات دي بغلط فيها زمان. المعلقه اللي قلب بيها التومه احطها في قلب الملا. لا لا اهو شفت، ملاحظ اي في شيء حاجه، اروح بعيد خالص كده وجايب حاجه بعيده خالص اهي، واشوف المربى بتاعي. بص على المربى، الله، هو هيتهري لوحده، مجرد ما اضرب فيها هو لوحده اصلا مستوي. ده مش محتاجه ولا يتقطع اصغر من كده. انا من عشاق مربى التين لما تبقى سليمه في قلب البرطمان، واطلعها كده الاقي فص التين طالع قدام عينيا بيغازلني. نعم، لسه، اصبر على رزقك، مستعجل ليه؟ الماء المغلي او البهريز اللي نازل من التين ده مع ملح الليمون والكرمله بتاعه السكر لازم يبقى له شخصيه وله قوام. دايما لما بنشتري برطمان المربى بنضرب فيه المعلقه تعلم مكان بخدنا من البرطمان، عشان كده لما نحطه في التلاجة واحنا صغيرين يقول لك مين اكل مربى، بتعرف الحاج جارت ليه، بتلاقي المعلقه معلمه في البرطمان. حلو قوي. طب احنا هنجيب التفاصيل دي منين؟ هو ده الكلام. بعد قبل ما نرفع المربى من النار، معايا الجيلي بحطه هنا، يا اما ليمون يا اما جيلي بدون رائحه خالص ولا بدون طعم، بسقطه هنا واشيله من النار واستبرد المربى بطبيعتها، بتاخد القوام اللي احنا بنشوفه في برطمان المربى اللي بنشتريه، بس لسه طبعا لسه عايزينها كمان على النار. بس انا احب اتكلم عن التفاصيل الصغيره دي علشان نبقوا عارفينها. المعلقه اللي قلبت بيها بحطها على جنب كده عشان اقلب بيها تاني. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه، يعني ممكن تكوني مقلبيها بها توم، مقلبي بها بصل، اهي في طبق جانبي على لوحديها. واغطي ونعمل مع بعض السلطه. اسحبها من النار. اهي بص بقى المربى، شوف التين، شوف التين، شوف التين اهو ده. ده مربى التين يا عم الشيف. خلي التين يا اختي سليم زي ما هو كده، ما تقلبوش كتير لان هو استوى. واوعى الشربات اللي نازل من التين ده، التين ده حكايه موسوعه. هعمل ايه بقى؟ اخد الجيلي. لا يا عم، هو انت بتعمل مهلبيه؟ انت بتقول لي حط صب من الحله، بصب. سيبها من الغطا مفتوح بسيبه، بس لما تيجي تقول له حط نشا، خدنا بيقول لي ايه رايك لو حطينا النشا بدل الجيلي؟ لا، الجيلي ده بيكون ليمون بيدي طعم. بس كانك بتعملي جيلي. وسيبيها بقى تبرد. بس خلاص، الله على الريحه اللي طالعه، حلوه. نغرفها، اوعي المغرفه دي تكوني غرفه بقى حاجه قبل كده، اغسليها. مربى التين يا عم الشيف. لا دي ما ينفعش اصب كده. نعم والله للامانه، يعني انا ممكن اكلها وهي سخنه دافيه كده مع شويه قشطه بلدي ورغيف عيش فينو، واحلى سندوتش تعمليه لجوزك الصبح، يتن طول النهار يدعي لك وهو راجع يتصل بيك، يا حبيبتي عايزه حاجه من بره، هات بطيخ معاك وانت جاي، يجيب بطيخ على طول. والله ليه بقى، انت بالصبح مظبطاه بسندوتش مربى التين بالقشطه البلدي في العيش الفينو. حاضر يا فندم. والله بسمع كلامك وبضحي بحاجات كتيره. ده لما تحط جوه التلاجه موضوع تاني، ولا هتصبها كده هتقطعي منها ايه زي السكينه في الحلاوه. دي مربى التين، تسلم ايدك يا مغازي. فيها عصره الليمون، فيها ملح الليمون عشان المزازه، السويت اند ساور. شفت مربى التين عملها الشيف ازاي؟ اصبح يبقى تروح عند الفكهاني ما تسالوش على التين. جوزك عايز ياكل تين، هتفتحي باب التلاجه تطلعي له طبق تين مع شويه قشطه بلدي بألف انا وشفا. كبسه بالدجاج من المطبخ السعودي، المطبخ العربي، بنوجه لهم تحيه كبيره من مزبيرو. كبسه بخفه دم مصريه، عملنا عدلها سلطه الطماطم بالتومه والكزبره، لطيفه وجميله. مربى التين الحلوه اللطيفه اللي واخده لون التين وطعم التين ومزازه التين وحموضه التين. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كله مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من مزبيرو. We'll be right back.
We'll be right back.